FM. الكلمة ليك. في بداية الستينات من القرن اللي فات في عيد الأم في مصر أمشى شاعر الغناء الكبير حسين السيد في زيارة لوالدته في ليلة عيد الأم، وكانت تسكن في حي شعبي في سيزيام إتاج. وبعد ما طلع دروج يلهث وصل الدار وتذكر كونه نسى مشراش هدية عيد الأم، وكان صعيب عليه يهبط الدروج مرة أخرى. ياخي تربع على العتبة، مد ستيلو ورقة وبدأ يكتب هالكلمات كهدية لأمه في عيد الأم. كتبهم بشكل تلقائي من غير مسودة مبدئية، وكتب ست الحبايب: يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي أنسو دو سويت. كتب الكلمات هذية فيسع فيسع، ما عداش وقت طويل دق الباب، حلت له أمه بدأ يسمع فيها في الكلمات، فرحت فيها بالقصيدة برشا ووعدها غدوة باش تسمعها في الإذاعة المصرية بصوت غنائي جميل. قال الكلام هذا بشكل عفوي من غير ما يعرف حتى كيفاش باش ينفذوا. الحاصل دوب ما هبط من بحذاها، طلب حسين السيد بالوقت الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وعطاه الكلمات نتاع القصيدة وملهم عليه بالتليفون. عبد الوهاب عجبته برشا الكلمات، خاصة كان معروف برشا عبد الوهاب كونه يحب أمه ياسر ومغروم بالكلمات اللي تتغنى بالأم. لحن الكلمات في دقائق، بعدها طلب المطربة فايزة أحمد باش تجيب الفعل، وجات وسمعت الغناية وتدربت عليها وحفظتها. وفي صبحية غدوة تعديت الغناية بصوت عبد الوهاب والعود فقط، وفي آخر نهار غنتها فايزة أحمد في الإذاعة بالتوزيع الموسيقي وكاملة. وهكا وفي حسين السيد بوعده الأم نحكيه على الغناية هذية ست الحبايب من كلمات حسين السيد، ألحان عبد الوهاب وأداء فايزة أحمد. سمعنا الحكاية ونسمعوا توا الغناية. الكلمة ليك.